معجزة، لعنة، إدمان، هذه جزء من الصفات التي أطلقت على أهم ما يميز القرن الماضي وأيامنا هذه، من أساس يغض النظر عنه أحياناً لانتشاره ونتناسى أهميته في تاريخنا وتقدمنا التكنولوجي الحالي. البلاستيك، المادة الأولية الصناعية الأولى في التاريخ التي يتم صناعتها مختبرياً بدلاً من الحصول عليها من خلال الموارد الطبيعية التي تتضاءل بشكل يومي منذ فجر التاريخ وبدء الحضارات واستثمارها لها. بدأ البلاستيك حكايته صغيراً، لم يكن بنية أحد من صانعيه أو طالبيه أن يتحول إلى الأساس الذي شكل وجه الصناعة للقرون المقبلة، حيث انطلق كبديل صناعي عن العاج مرتفع الثمن. شركات صناعة الألعاب مثل الشطرنج عرضت مكافأة مالية لمن يأتي ببديل صناعي يسهل التعامل معه وإعادة تجذيبه ويتميز بالصلابة الكافية ليكون بديلاً لمادتها الأساسية النادرة. الكيميائي الأمريكي ذو الأصول البلجيكية ليو بايكلاند كان أول من حقق ما ظن الجميع إنه مستحيل، حيث نجح عام 1907 بصناعة مركب صناعي يسهل إنتاجه بشكل مكثف وواسع ورخيص أيضاً، ويوفر مادة أساسية لصناعات عديدة بدلاً من المواد التي كانت تستخدم سابقاً من الحديد وحتى الحجارة، فلا بديل حقيقي عن البلاستيك حتى اليوم. النمو الذي حققه البلاستيك أصبح عالمياً ليتحول إلى مادة أساسية مولتها الحاجة إلى المعدات الحربية خلال أربعينيات القرن الماضي، ثم لحقها بذلك اختراع النايلون من البلاستيك الذي وفر بديلاً عن الحرير كان ضرورياً لوقت الحرب. وخلال السنوات اللاحقة بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي شهد العالم ما يعرف بالإدمان على البلاستيك، حيث أصبح جزءاً من الحياة اليومية بكل أشكالها وجزءاً أساسياً من الصناعات كافة أو سبباً في وجودها. وعلى الرغم من الجدل الذي ما يزال يدور حول البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة، إلا أن بديلاً لم يخلق بعد ليحل محل المادة المعجزة التي دخلت كل المنازل، الصناعات، وحتى أجساد البشر.